تعرف نادي بيراميدز؟ اكيد تعرف عنه ايه؟ اعرف اللي هو تبع اسمه ايه ده، تركي الشيخ. تركي الشيخ مظبوط. حضرتك عارف بتاع تركي الشيخ؟ طبعا سمعنا عنه، اللي هو نادي الاسيوط سابقا. اعرف انه بتاع واحد اسمه تركي آل سعود، وعمال يشتري لعيبه بملايين ونازل بتقله. يعني تفتكر ياخد الدوري السنه دي؟ هو الاهلي بياخده بقاله كتير قوي الدوري يعني، فصعب. لا حضرتك ما اظنش ان يعني هو جايب لعيبه كتير قوي لسه ما انسجموش مع بعض، فما اظنش انه هياخد الدوري. والله انا شايف ان هي بدايه مش هكون موافق قوي بالنسبه لنادي بيراميدز، ان انت تمشي فريق كامل في يوم وترجع تجيب صفقات كامله في يوم تاني، ده اكيد مش عامل نجاح طبعا. ممكن. لا للاسف مش هياخده، مستحيل طبعا، نادي ملوش اسم. احتمال كبير، لان اللعيبه اللي جايبها من برازيل ولاعيبه جامده وبتاع ومن كذا بلد تانية كويسين. يعني مين اللي ياخد الدوري السنه دي؟ يعني الاقرب ليه يكون الاهلي او الزمالك طبعا، او ممكن الاسماعيلي، ولكن مع بدايه الزمالك امبارح من الدوري واضح ان لا، الزمالك هيحتاج شويه وقت طويل عشان ينسجم اللعيبه بعض. اتمنى الزمالك، بس الاهلي ولا ياخده؟ اكيد طبعا، اللي هو رقم واحد في مصر الاهلي، والاهلي افضل من الزمالك. مفاجآت، هيبقى في مفاجآت السنه دي. اعتقد برضه ان الدوري هيفضل مع النادي الاهلي الموسم الجاي.